قرأت حديثا في إحدى المجلات عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما شكا إليه تفلت القرآن من صدره، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمته في صدرك؟ فقال علي: أجل يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة الجمعة فإذا استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها، فصلي 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة حاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة فاتحة الكتاب وسورة السجدة، وفي الركعة الرابعة فاتحة الكتاب وسورة الملك. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء عليه وصلي علي وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بنور وجهك أن تنور بكتابك صدري، وأن تطلق به لساني، وأن تشرح به صدري، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يوفقني إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبا الحسن، فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجب بإذن الله، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمن قط. فما مدى صحة هذا الحديث؟ فإن كان صحيحا فمتى تصلى هذه الصلاة من يوم الجمعة؟ وهل يجوز حمل المصحف في الصلاة والقراءة منه مشاهدة إن لم يكن المصلي حافظا له؟ وكذلك الدعاء، هل يجوز كتابته في ورقة وقراءته في الصلاة من الورقة؟ وما هو الوقت الأفضل للدعاء في الصلاة؟ وهذا الحديث إذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة صحيحة ومفيدة لحفظ القرآن والأمن من عدم ضياعه من الصدر؟ نعم، أولا، أما عن الحديث الذي ذكرته فقد رواه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد ابن مسلم، إلى أن قال ابن كثير: إنه من البين غرابته بل نكارته، والله أعلم. وعلق على ذلك الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: بل أسلوبه أسلوب الموضوعات، لا أسلوب أفصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، ولا أسلوب عصرهما. فعليه لا أرى لك أن تعمل بهذا الحديث نظرا لما قيل فيه. وأما من ناحية العمل الذي يسبب حفظ القرآن في صدرك، فعليك أن تكثر من تلاوته ومن تعاهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعاهد هذا القرآن، وقال: إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فعليك أن تكثر من تلاوته وترديده وحتى يثبت في صدرك، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. فلا وسيلة لحفظ القرآن إلا بأمرين: أولا كثرة التلاوة، وثانيا العمل بالقرآن، فإن العمل بالقرآن يسبب ثبوته في القلب واستذكاره. هذا هو الذي أوصيك به. أما كتابة الأدعية في ورقة وأن تقرأها من ورقة وأنت تصلي، فلا أرى لك ذلك. عليك أن تدعو بما تيسر وبما تحفظ، ولا تتكلف الكتابة والقراءة، لأن هذا يشغلك عن الصلاة. والقراءة في المصحف، السور التي لا يحفظها؟ القراءة في المصحف إذا كان الإنسان لا يحفظ شيئا من القرآن لا مانع منها، رخص فيها بعض السلف، وهو مذهب جماعة من أهل العلم. إذا كان لا يستطيع القراءة حفظا ولا يحفظ شيئا من القرآن، أو يريد أن يصلي بالليل مثلا ويتهجد ويريد أن يكثر القراءة، لا مانع. وكذلك في صلاة التراويح إذا كان لا يحفظ القرآن فلا مانع أن يقرأ من المصحف لأجل الحاجة. نعم.